السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ أول حاجة كان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وحشتونا جدا 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 يا أحلى ناس في الدنيا كلها. اتفضل يا معلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ النهاردة عاملين مكرونة وبانيه وسلطة، اتفضلوا معانا. أكل خفيف كده، قلنا مش إيه مش يعني بقالنا فترة مش نزلنا فيديوهات. قلنا نطلع كده نعملكم أكلة خفيفة كده، ومعنا ضيف نفت شرف مش زهرة نورو. مهندسة ليه؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. على 10 دقايق ولا نعملها على 5 دقايق؟ على 10 دقايق. طيب ماشي. كل واحد 4. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انت بدأتي؟ أنا بدأت. أنت اللي قلت تبدأي؟ لولو. بس كمية المكرونة بتاعتي أكبر من بتاعتك. لا والله زفت. سلام. عشان دقايق مش تتكلم. مش واحد مش بيحب يعرف ايه ده، ايه هو الساكت كده. مش تنسوا بقى احلى ناس في الدنيا كلها بقى. اشتراك الحلو. اشتراك عشان نكبر بيك واحسن ناس في الدنيا كلها. يعني اتفرج علينا كده، ما ينساش اللايك ويحط الاشتراك كده. الصورة دي بره التحدي كتير يعني، عارف ايه؟ مش نستنى يا جماعة باللايك الحلو بتاعكم لو سمحت. لا تنسوا الاشتراك يا امهات ام هنا ولا ايه؟ الدواء في سم قاتل. شكلك انت راح تتعوق. انت مكتئب في المية بتاعتك. لله دين الدين. قلت لك قدام وسيبني ده، انت قلت لي لا.
والله انا حاسه ان في دنيا غير الدنيا. مين زينب بيسهر كده للصبح كده؟ حمق الله، على فكرة كل الناس في السد محدش بينام. اه والله في ناس بقى. اكتبوا لنا فيها يا جماعة لو أي حاجة أنتوا عاوزين يعني تحدي، فكرة معينة نعملها نعملها. يا جماعة يعني زي ما كنا حاسين بينا. ليه؟ كان جميل. لا تفهم. البني ادم انا مش اللي عاملاه. لا. دي جاهز بس شكله كويس حلو. ايوه نظيف. لا انا مش عملته، انا هكدب انا اقول انا اللي عاملاه بس هو بصراحة طعمه حلو. تبع شركة فوق. يلا يعني انا ببلاش. انا ممكن اعمل حاجة واقول انا اللي عاملاه. المسلسلات بتاعت رمضان مش كل واحد سمعها كاملة يعني، بس مسلسل جعفر العمدة حلو يعتبر هو اللي واخد المركز الأول. هو شغال من دول ما شاء الله، هو اللي واخد المركز الأول يعني هو بصراحة مكتسح. كل الشخصيات اللي فيه أصلا حلوين. تعال اقعد اتفضل. عايزه تظهري؟ اقعدي. تنسوش الاشتراك يا جماعة في قناة يوميات أم هنا ولا إيه؟ يا أم هنا تسألت النهاردة ليه مش حد سامع صوتك؟ أنا بقولك المود بتاعي النهاردة مش قد كده. ليه كده؟ أنا عاوزك تصحي معايا كده، تنوميني معاك، عايز أعطلها، مش فاكر إيه؟ يعني أنا مش حد بعرف يعطلني بس أنا إيه؟ اسكتي يا ليه؟ اسكتي يا أمو. جميل أنت. خليها تلعب. وانا خليها تعطلك عشان اكسبها. مش مشكلة عادي، هي هتتحرك لاني اللي هتكسبها. صحي لولو. انور حبيبنا ليان الجميل. عادي بقى ايه. على فكرة انا اعتبر انا كسبك والله في المكرونة. فاضل نص دقيقة. طبعا المكرونه بتاعي اكبر. قسما بالله دي قد في العبو. سمحت يا لي. بس خلاص. كان زبط خلصتم يا لي. اعمل فيك ايه لين هنا؟ لا. اهو. ما يجيش معلقة اهو. انت لسه قايل لك اتنين بنيه وانا خلصت اهو. والله اهو. انت لسه قايل اتنين بنيه؟ مش عارف انت كده كام واحدة؟ لا انت ليلك واحدة واحدة ونص من البنيه. تكدب عليا ليه؟ مش في فايدة فيها بقى. لا انا عارفة انا كاتبة ايه؟
خلاص نعترف بالحق فضل اه انا الخسران. لا ما هم الجماعة هم اللي يحكموا عليا، كنت انا الخسران هيقولوا انا الخسران في الكومنتات، لكن انت الخسران صح ولا لا؟ انا تعجبين بيا اني اعجبك بيا ليه؟ طب يا جماعة عشان مش نطول عليكم يلا. لا استنى هتتعاقب، كل فلفل فلفل، ما انا واكل فلفل اصلا، وانا اصلا عندي فلفل بيض مش عارف. طيب خلاص نروح نرجع لكم العقاب تاني. وانا مصمم برضه تعاقبني برضه. لا تتعاقب معلش يا سنيه، بس افتكريها معلش برضه. لا المره الجايه مش هرحمك عادي، انا اللي باخد بنفسي. خد بنفسك، انا مش هقول لك. هاخد نص معلقه عشان هو شديد. لا هو هتاخد معلقه كامله. لا 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 معلقه كتير. لا لا معلقه عشان انت اللي قلت. هو كان مفكر هو اللي هيكسب. معلقه ماشي عيد عليك. يلا يا جماعة بقى مش تنسوا تشتركوا في القناة، ادعمونا يا جماعة باللايكات بتاعتكم الحلوة دي، او شجعونا كده لو في افكار جديدة. اه شجعونا كده وعرفونا. بس مستنيه في العقاب بقى المرة الجاية. عادي عادي انا عندي روح رياضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.